السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفات أمل قنطري. نقدم لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير الرزيزة بالدجاج بلدي. عدلتها ماما وصورتها، طريقة سهلة جدا وكتجي لذيذة وطريقة بسيطة بالنسبة للمبتدئات. ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا الطريقة والمقادير على الفيديو. فرجة ممتعة. هنحتاج للمقادير فروج بلدي او دجاجة بلدية، بصلة كبيرة تكون مشلضة او 2 حبات ديال البصل، ربطة ديال القزبر ومعدنوس، زلافة صغيرة ديال العدس، راس ديال الثوم، سكينجبير، الابزار، ملحة، راس الحانوت، الخرقوم بلدي والسمن حار وزيت الزيتون. الاول كما كتشوفوا عملت هنا مقدار ديال زيت الزيتون وكتوضع ماما القطع ديال الدجاج. من بعد عضف البصلة والربيطة ديال القزبر والمعدنوس اللي نكونوا رابطينهم بالخيط ماشي مقطعين. من بعد عتعمل سكينجبير وراس الحانوت تقريبا 1 معلقة كبيرة على حسب الذوق ديالكم، وفلفل اسود والخرقوم البلدي اي الكركم. اذا بغيتو تستعملوا الملون الغذائي الصفر اللي كنستعملو كنقولو الخرقوم العادي، تقدروا تستعملوه على حسب الرغبه ديالكم، والملح طبعا. ومعلقة كبيرة ديال السمن حار وراس ديال التومة عترميه بالقشور ديالو، اما تعملوه صحيح او تفركوه. من بعد كتخلط هاد الشي وفي كسكس صغير عتوضع العدس، او لا اذا ما كانش متوفر عتعملوها في الخرقة بيضة اللي كنقول ديال حياتي وتربطوها مزيان. وعتوضعوه على النار تخليوه حتى يتشحر. من بعد ما يتشحر عضيفوا له الماء الكافي وعتغلقوا الطنجرة وعتخليوه يطيب. من بعد عناخدو حبات ديال البيض على حسب عدد الاشخاص اللي يكونوا، عتعملوهم في المقلة مع شوية ديال مرق ديال الدجاج اللي طاب، عتزيدو لهم راس الحانوت وعتحركوهم. طبعا ما تنسوشي كمية من المرق، يعني 1 زلافة صغيرة. عتخلطوا ديك البيض شوية وعتزيدوا له شوية ديال الماء وعتبقاو تحركوا فيه حتى يطيب كما كتشوفوا حتى ينشف. ومن بعد ما وجدت المرقة ديالنا غنوضعوا الرزيزة طبق التقلية منسقبة واحد شوية ونوضعوا القطع ديال الدجاج.
طبعا هذه رزيزة مشرية ماشي ديال الدار. ونوضعوا البيض اللي عدلنا. هذا البيض بهالطريقة كيجي لذيذ بزاف. ونزيد نسقيو ونوضعوا العدس من فوق اللي طاب في المرقة ديال الدجاج اللي طاب مع الدجاج. وهذا هو الشكل النهائي. كما شفتوا الطريقة سهلة جدا والمذاق كيجي رائع. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. بحال دائما خلي لي لايك تعليق اشتراك بالقناة. ما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي حتى زر اشتراك باش توصلوا باي جديد. الى وصفة اخرى باذن الله.